السلام عليكم. الابسونس هذه عندي كان عندي مشاكل عائليه اللي خلتني ما نحضرش لي زونترينمون. شفت بزاف كان يقولوا بلي راه حاب يروح حاب. انا مدي بي كانت نيتي باش نقعد في الفريق كيما يقول لي حاب يروح في الدي بي ماشي دركا. انا كنت حاب نقعد كان عندي برك لي بروبليم عائليه والاداره كان على بالها وكان الاتصال مع شي سي رشيد الملك اتصال دائم على لي بروبليم هادو والحمد لله اني جيت اليوم وزدت ثاني زدت الكونترا باش ناكد باللي توجور في ديال الموب وتوجور ان شاء الله هاد العام ان شاء الله نفرحهم نديروا اكثر من العام اللي ان شاء الله.